أنا أمريكاني، أنا أصل بغدادي، كبرت في وسط أمريكا، جيت هنا المغرب في 1993، سكنت في جامعة توبكال، في رباط، في دار بيضاء، دابا في مراكش. في عام 2000 زدت الفونداسيون دو هوت أتلاس، وأنا كنت رئيس ديالها من الأول. جينا هنا البويز نكرن باش نسمعوا من الناس اش خاصهم. هما بغاو يرسوا شجر في بلاصة عندها 96 هكتار. خاصنا نجيبوا الماء، خاصنا نجيبوا زراعية بلدية، خاصنا نرسوا من دابا. ومازال خاصنا نتفكروا كل مرة الناس كيجيوا مجموعين البلاصة واحدة، ما يمكنش غير يمشيوا في حالاتهم بلاش. ديما إلى كنسافروا وكنجلسوا وكنسمعوا إيش كيقول كل واحد، خصنا نبنيو. إلى في الآخر مشينا في حالاتنا ومرسنا الشجرة، ماشي هي هذه الوقت ديال الشجر. دابا خصنا نرسوهم، خصنا نديروا لي مهم، خصنا نتفكروا زراعية بلدية. الحمد لله في المغرب شحال من شكل، شحال من انواع ديال شجر بلديين كاينين هنا بزاف. عندنا خروب، كاين تمر العزيزة غير كاين في بلاد في المغرب، قرقة، لوز، رمان، كرام، 10 انواع ديال الكرام كاينين غير في المغرب. خصنا نرسوهم لي بزاف ولي ممكن، والوقت ما موجودش. خاصنا نديرو لي ممكن يوميا، خاصنا نفيقو في الصباح، وخاصنا نرسو شجر، وخاصنا نكونو بحال المول فيرما واخا ولاد المدينة. خاصنا نتفكرو بحالهم، هما كيفيقو بكري وكيديرو، ما كيمشيوش العطلة في هاد الوقت، كيخدمو وكيصوبو الأرض. خاصنا نتفكروهم، خاصنا نصليو معاهم باش الشتاغة تكون. لي مهم الشباب وشبانين، كل واحد غادي يدير لي ممكن باش مليار شجر وكتر وكتر غادي نرسو حد العام، وغادي نخدمو باش الماء، باش نبنيو شارجات، باش نديرو جوتا جود، باش نديرو لي مهم. anyway الحمد لله في المغرب كنفيق بس في الصباح كنقول الحمد لله أنا كنعيش في المغرب، على سبب أن الحق هنا، أن الحق ديال المكاربة الشرقية، أن الحق باش نبنيو تنمية مستدامة، أن الحق باش نكبرو جمعية وتعاونية ديالنا ديال البلاد، ومع كوخ لي أن غادي نكملو إن شاء الله مع البركة ديالو.